تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي والمصري في شوط اول ندرت فيه الخطوره على المرمين الا من كره واحده تمكن الشناوي ببراعه من التصدي لها. كابتن شريف، شوط اقل من المتوقع. انا كنت قلقان من موضوع الجو وهيكون ليه تاثير كبير جدا على اداء اللعيبه في الملعب، ولكن انا شايف ان الدوافع كلها موجوده عند لعيبه المصري الحقيقه، يعني هم اللي بيحاولوا، هم اللي بينقلوا كوره، هم اللي بيشغلوا الاطراف، هم اللي كل حاجه. احنا كل حاجه اتكلمنا علينا خايفين منها كويس، الميز باص كويس، احنا بامتياز ميز باص بامتياز، التحركات تحركات خاطئه كلها، يعني حتى انا وانت في بق واحد يا كهربا ارجع مع اخر واحد عشان تعمل عمق دفاعي يقدر يبني عليه عمق هجومي، تقدر تبني عليه كويس اي هجمه، حتى تدي مساحات للاطراف انهم يعملوا سويتشات اي حاجه، لازم تبقى عندك لاعب اخر واحد في الملعب معطل حتى الاثنين السنتر هافات بتاعه فرقه المصري. فرقه المصري الحقيقه عملت اللي عليها وزياده، حتى هم اللي راحوا على الجول، ويمكن باخطائك انت باخطائك انت، والشناوي مطلع كورتين ثلاثه هو كان بيلعب فيها ليبرو كمان من الاخطاء اللي بتحصل. الباص بتاعك تقيل، الباص بتاعك ما فيهوش لعيبه فريش، يعني باص اهم حاجه في الباص انها تبقى جامده وتروح لزميلك تتلعب بالراحه، تتلعب واضح تفكير في ارهاق وفي جو يمكن متحكم في الحكايه، ولكن انا بقول لك فرقه المصري بتلعب، فرقه المصري بتحاول، فرقه المصري بتدي كل اللي عندها. نغمه ان انت الاهلي ونغمه ان انت فرديات وامكانيات، حتى الفرديات النهارده في الشوط الاول 45 دقيقه مش ما فيهاش اسعاف، ما فيهاش نتائج، ما فيهاش تنفيذ، حتى انهاء. عايز اقول لك على حاجه، في بيرستاو الفيمتو ثانيه في التاخر في الباص ده بتبقى عليك، تروح مقطوعه منه ويخش عليه اثنين ما محافظين لعبه، وهتروح مقطوعه ورايح عليك هجمه. نفس الطريقه حسين شحات، واحد واثنين وعلي معلول على جنب او اي حد بيطلع في ده، طب العبها له خد خطوتين انت برضو في الفيمتو ثانيه دي اللي هي النقص بتتقلب وتتقطع وتبقى هجمه عليك. اذا انت اللي قالب الشكل المباراه عليك، انت اللي معطل نفسك، انت اللي عامل وجود للفرقه الثانيه. الفرقه الثانيه انت لو بتلعب وتتحرك عادي، كنا بنتكلم عن الشوط بتاع الماتشات الماتش اللي فات، انت ولا شوط الماتش ده ولا حد حاول ولا حد راح، وارهاق وعصبيه بالك، في عصبيه كبيره جدا يعني بتتزق بتاع، خلي الحكم اللي هو برضو الحكم معاك ايه بره الحكايه خالص، ده في حته تانية اسمه عبد العزيز السيد، ده في مكان تاني، ده الماتش انا ما اعرفش يعني، ربنا يستر على الماتش. فالدنيا كلها في ال 45 دقيقه الاولانيه شيء غير متوقع بالنسبه لبطوله كاس. ايوه، ولكن يعني نامل في ال 45 دقيقه الجايين ان شاء الله حال كله يتغير والدنيا تبقى زي ما احنا عايزينها يعني. كابتن علاء، البدايه فوجئنا من النادي المصري بالضغط من بدايه المباراه، وكان هو الاقرب لمرمى الشناوي، والشناوي شال فرصه محققه، هدف محقق. بص يا ايمن، انت عملت شوط، عملت كل الاخطاء عملتها في الشوط ده، كل الاخطاء عملتها في الشوط ده، كويس انها طلعت 0-0. خلينا بس كده ايه لما نيجي نتكلم بامانه شويه، كونك تطلع 0-0 الشوط ده فكويس ليك للاسف، يعني لانك اخطات في كل حاجه في بدايه المباراه. كل اللي قلناه هنا انت عملت عكسه. في ايه؟ بسرعه كده، بدايه مباراه بطيئه جدا، مساحات سايب مساحات، لعب فردي غير مبرر، ودي اكتر حاجه، اكتر حاجه لعب فردي غير مبرر تماما، وفي مناطق غريبه جدا، خطوطك كلها بعيده، دي بقى اللي مأثره عليك. مأثره عليك في ايه؟ طول ما الخطوط بعدت عنك انت كميه الجري بتبقى اكتر، كميه انك بتغلط في التمرير اكتر، كميتك بتحاول تجري بالكوره عشان توصل لحد مثلا اسام اكتر. تعبان انا معاك، مجهد ماشي، بس ربنا يعرفه بالعقل، تعبان ومجهد يبقى لازم خطوطك تبقى قريبه جدا لبعض. هو ده اللي اتعمل لايمن الشوط الثاني، اللعب الفردي قل، قرب خطوطك كويس قوي، تمريرك يبقى بسرعه شويه يعني من رجل لرجل، حتى لو مش خطر، بس طول ما الكوره معانا انت في حاله هجوم، زي ما كابتن شريف قال الوقت الكوره كلها مقطوعه فانت بتدافع. أي. يعني
يعني لولا الشناوي النهارده في الانفراد اللي حصل ده، وكان يعني كان وقفه مروان غريبه جدا، زي وقف لوحده كده هدف حد غير مروان الشناوي كل التحالي، انت كنت خسران 1-0. انت ما عملتش اي تهديد خالص للفريق المصري عشان انت بادئ المباراه غلط. كابتن اسامه البدايه راحت منك، كابتن علاء ميهوب بياكد على كده، ولكن احنا ما شفناش حتى على المصري طوال الشوط الاول ضغط عالي او ضغط من قدام. هل دي تعليمات مستر كولر علشان زي ما قلنا الماتش فيه اجهاد، حاله الجو، ممكن مستني الشوط الثاني يفاجئنا ان هو هيضغط على المصري ويغير من اسلوب تفكيره؟ لا، هو ممكن ادي تعليمات بعدم الضغط، بس مش ان اللعيبه تبقى وحشه. طبعا انت ايمن 8 او 9 في الملعب بره ادائهم خالص، بره ادائهم خالص، يعني واحد او اتنين اللي بيحاولوا، يعني مش في احسن حالتهم بس بيحاولوا. مروان بيجري شويه، ديانج بيجري شويه مع انه مش حلو، مش لاقي حاجه تاني. علي بعيد، اليو ديانج برضو انا بقول لك يعني بيجري شويه بس بعيد، مجدي قفشه بعيد، حسين الشحات وبيرسي تاو من اقل ماتشاتهم، حركه قليله، بيمشوا بالكره كتير جدا وبتتقطع منهم. كهربا يعني تقريبا 45 دقيقه لم يظهر، يعني فانت عندك 7-8 بره الموضوع. هي مش حكايه ضغط، يعني مش حكايه انا العب من انهي منطقه، هل انا بضغط من قدام، هل انا بضغط من نص الملعب، هل انا بضغط من ورا، هل انا ممكن استنى، بس الحاله يعني لعيبه المصري عملوا كره خطيره على الشناوي، وفي كره تانية فيها خطا بس الشناوي لحقها، ولكن تحس ان هم اخف في الحركه، بيتحركوا اسرع وبيجروا اكتر في حركه. انت لعبتك زي ما تكون متكتفه، الحركه قليله جدا، ما بيظهروش لبعض بسرعه، في ناس مشدوده في الملعب، يعني هاني لازم ياخد باله، عنده انذار ومشدوده على طول مع عمرو السعداوي ومع الحكم، فلازم يبقى في تعليمات انه يهدى شويه. فانت اخطاء كتيره حصلت الشوط الاولاني، ما بقولك عدم حركه، انت بتتكلم على الضغط، مفيش ضغط، بنجري ورا الكوره، يعني انت عارف اللي هو ايه، كل واحد بيروح متاخر. الضغط ده لازم بتجمع ناس وبتضغط في وقت معين عشان تروح تقطع الكوره، انت بتجري جري فردي ومتاخر، فخلاص الضغط بيتسرسب. يعني بمعنى ايه، واحد بيروح بالراحه ناحيه بلال يروح لعبها اللي وراه، التاني اللي وراه جاي متاخر اللي هو لعيب الاهلي، اللي وراه جاي متاخر، فتحس اللعيبه يعني جريها مش حاد، كلها بتجري ايه، ربع جري ربع حركه، فالحركه قليله، لازم الحركه تزيد، لازم الخطوط تبقى متقاربه عن كده. انا بقول يعني طبعا لو في الطبيعي انه يغير، بس انا شايف ان الناس اللي قاعده بره يعني مش سهل ان حد هو احمد عبد القادر اللي ممكن ينزل مثلا مكان بيرسي تاو او مكان حسين شحات، بس انا افضل انه يفضل كده لغايه لما نشوف بدايه الشوط الثاني هيحصل فيها ايه. يعني صحيح كابتن بلال، يمكن انت توقعت الشوط الاول ان مستر كوره مش هيبدا بالضغط، وقلنا ممكن عامل الجو يغير في سيناريوهاته للمباراه. هو ما ضغطش فعلا الشوط الاول، ولكن المصري اللي ضغط، المصري اللي جري كتير، المصري اللي هو عمل مجهود اكتر، ممكن الكلام ده نشوفه بقى الشوط الثاني، ضغط من لعيبه النادي الاهلي، المجهود اللي عمله لعيبه النادي المصري الشوط الاول ياثر عليهم بدنيا الشوط الثاني، حلول مستر كولر في التعامل واداره المباراه الشوط الثاني. شوف يا كابتن، احنا اتكلمنا الشوط الاول قلنا ما عشان ما تديش المصري او لعيبه المصري ثقه لازم ما تديهمش مساحه في الملعب، مظبوط، تخليهم مش يلعب براحته. ايوه تمام. انا شايف ان الشوط الاول النادي المصري بيلعب باريحيه شديده جدا، مفيش ضغط. خد بالك انت النهارده عامل الحراره او عامل الجو مخليك عامل حاجه ما بتعملهاش بقى طول السيزون، الا وهي انت الاثنين السنتر باك قاعدين واقفين عند ال 18 ما بيتحركوش لقدام، فبالتالي مش واخدين الفرقه لقدام، فانت مش قادر تعمل حته الضغط. ليه؟ لما الكره بتبقى عند لعيبه المصري ان الطبيعي بيحضروا عند 18، الطبيعي يبقى انت اثنين السنتر باك بتوعك عند دايره النص والباقي بيضغط من قدام. لا، اللي حاصل ايه؟ ان هم راجعين لورا عند ال 18 بتاعه النادي الاهلي، فسايبين الجاب ده كله، فانت مش قادر تضغط لقدام، لان بباص
او بدبل باص او 1 2 او تحرك بيتضرب فيها ثلاث لعيبه من عندك، دي رقم واحد. رقم اثنين البيلد اب، البناء الهجمي، انت مش ما بتبنيش هجمه بشكل كويس. الاثنين الميد فيلدرز بتوعك النهارده مش في حالتهم الجيده، كل واحد فيهم ما بيبصش، ما بيستلمش باريحيه، تمام، ما بيستلمش وهو شايف، بيستلم دايما هو وشه للجول بتاعه، فبالتالي لما بتستلم انت وشك للجول ما عندكش فرصه ثانيه غير انك ترجع الكره ثاني، فبالتالي مش هتبدا، مش هتعرف تبتدي، مش هتعرف تبني هجمه بالشكل ده. ثالث حاجه كهربا، واضح ان الاداء البدني متاثر بشكل كبير جدا، فبالتالي انا بشوف ان هو من يعني ممكن يتغير وينزل طاهر محمد طاهر في الحته دي الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني كراس حرب عملها قبل كده واشتغلها كتير. ما هو خد بالك لما يكون لاعب عندي خد بالك مش متاثر فنيا، سوري مش متاثر بدنيا، وعنده جزء فني ممكن تصبر عليه شويه، لكن لو الجزء البدني هو اللي متاثر يبقى احتماليات ان هو يديك الجزء الفني دي قليله جدا. بس جداً. هو مستر كولر بالنسبه لقناعاته في الحته دي كان في ماتشين قبل كده بينزل في المكان ده رافت خليل كابتن، فشل القناعات دي بعد ما خدت الدوري وخدت افريقيا وخدت الكاس وخدت السوبر وخدت كل الحاجات، لكن انت بتتكلم في بطوله مهمه بالنسبه لي انا، ما اديش قناعه، مع احترامي انا اختلف معاه تماما في الحته دي. رافت خليل ما ينفعش يلعب راس حربه، كلنا اختلفنا في ما ينفعش، كلنا قلنا لا كلنا قلنا لا كواليتي ولا ستايل ولا شكل ولا طريقه لعب ولا اي حاجه تقول زي ما لعبت بيرسي تاو راس حربه بالظبط. انت هل انت تسمح في مباراه ما يبقاش في عندك راس حربه تلعب بيرسي تاو راس حربه؟ لكن امتى لعبه؟ مباراه مريحه مزنوق فيه ما عنديش غيره، تمام كده. لكن انا النهارده اعتمد على لعيب في مباراه مهمه بالنسبه لي، هو اصلا بيلعب، كان بيلعب باك ليفت وبعدين يعني عملت له نقله خليته وينج ليفت، انت عايز تحط راس حربه؟ لا ما يعني شوف انت كمدير فني جرب زي ما انت عايز في التوقيت اللي يسمح فيه انك تجرب فيه، مفيش مشكله، خد بالك انا جرب زي ما انا عايز. يعني مستر كولر له مطلق الحريه في تجربه كل اللاعبين في كل الاماكن طالما الوقت يسمح وطالما المباراه تسمح وطالما انت ما عندكش مشكله. انما النهارده في مباراه رسميه مهمه في دور الثمانيه هتحط رأفت خليل راس حربه حتى ولو لعبت وسجل هدف؟ اذا الحلول من وجهه نظرك انا الحلول المنطقيه، تمام المنطقيه ليه؟ لان دي اللي هيترتب عليها الشغل، دي اللي هيترتب عليها الهجمات، دي اللي هيترتب عليها نهاج الهجمات، دي اللي هيترتب عليها ادائك في الملعب. فاهم؟ فالنهارده في بره عندك 2 3 لعيبه ممكن تقدر تعتمد عليهم. يعني انا شايف في الوقت الحالي طاهر ينزل، عبد القادر ممكن ينزل ويغير حسين الشحات يلعب مكان مجدي قفشه، مجدي مش حقيقه يعني برضو الدور الاداء البدني بتاعه عليه علامات استفهام. طيب كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.